في الكويت مع نادي النصر الرياضي. نادي قطر ايضا في دولة قطر الشقيقة، سبق له اللعب في نادي احد في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وايضا نجران في المملكة، سبق له اللعب في الفيصلي ذات الراس والتعاون السعودي ايضا، الاهلي السعودي ايضا، مشوار كبير جدا لهذا اللاعب بهاء عبد الرحمن. اقرب لي المنتخب الاردني، مرور مبالغة في المراوغة، بهاء عبد الرحمن تنقطع لمنتخب النيبال، اقرب الى ايش قالان، هنا الخطا جاي سان، كره طويله اقرب ليزن العرب، كره طويله ولكن تغطيه دفاعيه موجوده، لا زالت في الشق الهجومي النيبال يعتمد على استلام للكرة عن طريق علي علوان إلى الخلف إلى يزن العرب، تغيير اللعب إلى إحسان حداد، كرة العرضية حلوة ولكن تغطية للنيبال، استلام على حدود المنطقة والهجوم المرتد السريع الآن للنيبال، هجوم المرتد السريع، عبد الله نصيب ياخذها بالراس، لا زالت للمنتخب الاردني، علي او يزن العرب، الكره العرضيه حلوه والراسيه، نقطه مهمه له في بدايه المشوار. اذكر بانه هذه المباراه ضمن نطاق المجموعه الاولى، المجموعه A في التصفيات الاسيويه، يوم الى 14 يونيو الجاري، بعد 6 ايام تختتم هذه التصفيات. كل فريق سيلعب 3 مباريات في كل مجموعة، 6 مجموعات، جلب عرضية للمنتخب الأردني ولكن مقطوعة، نظام الملاعب مجموعة واحدة، 6 مجموعات كلها بعد 6 أيام بإذن الله تعالى، يوم 14 يونيو الجاري راح نكتشف الفرق المتأهلة. هنا المرور والخطأ لمصلحة محمد أبو زريب، الكرة طويلة، يعتمد على سياسة قفز الحواجز وإلغاء وسط الملعب في الاعتماد على الكرة الطويلة، نظرا لأن المنتخب الأردني يتفوق من الناحية البدنية. مقطوعة، تبريره بينيه حلوه ولكن التغطيه ممتازه عن طريق احسان حداد، يقرا الكره صح ويغطي صح، الكره طويله ولكن ديب كركي في التوقيت السليم، طويله من ديب كركي، يزن العرب يغطي، خطا لمن على سلامته، هنا خطا من بهاء عبد الرحمن، أداء قوي في هذه المباراة، كرة طويلة، ضغط دفاعي شديد، الكرة العرضية بلا دقة بلا عنوان، دان حمد المدرب العراقي الذي يبلغ العمر 61 سنة، دان حمد سبق له التدريب للمنتخب العراقي، عدنان حمد، اقرب للنيبال، استلام ومرور والضغط موجود، عبد الله نصيبي خلاص، والهجمه العكسيه السريعه، هنا الحل في الهجمه المرتده السريعه ولكن تبريرة ما هي دقيقة نهائيا، سهلة لحارس المرمى ديب كركي. الشوط الأول المنتخب الأردني تحصل على بعض الفرص، في بعض الفرص ضيعها، في بعض الفرص تألق كثير وطويل متبقي في هذه المباراة،
تبريرات خاطئة للمنتخب الأردني في هذه المباراة أو في الشوط الثاني على وجه التحديد. أقرب لخير الأيسر إيتاز كواس إبعاد إذن دخول محمود مرضي ومحمد الدميري. محمود مرضي ومحمد الدميري كرة أمامية المنتخب الأردني. الخطورة الآن ممكن البدلاء ممكن يعملون الفارق. محمد الدميري بعد دخوله مباشرة حضر علي علوان الكرة العرضية مقطوعة جو المرتد لمنتخب النيبال. ما في أي لاعب متقدم ترجع لمنتخب الأردن. يزن العرب يبدأ الهجمة مرة أخرى. عبد الله نصيب كرة طويلة من عبد الله نصيب لحق عليها محمد دميري لما يلحق عليها الكرة إلى خارج الملعب رمية تباس. هناك تغيير لمنتخب النيبال الآن تغيير لمنتخب النيبال. يطلع اللاعب مانيش دانجي. مانيش دانجي يطلع ويدخل بديلا عنه دارشان غورانك. دارشان غورانك في تغيير هو الأول لمنتخب النيبال ولمدرب الكويتي عبد الله شلاحي. غير لعب محمد دميري السلام بشكل جميل انطلاقه ممكن موسى التعمري. الله 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 تغطية دفاعية في اللحظة الأخيرة لازالت الخطورة للمنتخب الأردني والتجديد. بدأ هنا تغيير اللعب محمد دميري لموسى التعمري اللي عمل المهارة الفردية ومر ولكن أبعدت. رجعت مرة ثانية لإحسان حداد. إحسان حداد تسديد رهيب في الإنقاذ الركنية للمنتخب الأردني والرأسية محمد الدميري إلى ركلة مرمى للنيبال. وجه الهجومي والثورة الهجومية هنا التسديدة من إحسان حداد. تسديدة رهيبة جدا من إحسان حداد ولكن ديب كركي يا الله على ديب كركي وهذا التصدي. أقرب للنيبال الضغط من إحسان حداد لا زالت في وسط الملعب مقطوع الآن منتخب الأردني. تبريرة البينية لا زالت في أرضية الملعب. كرة العرض حلوة ولكن الخلفية باتبار ترجع مرة أخرى. محمد الدميري كرة عرضية للمنتخب الأردني هذا اللي تكلمنا عنه. الكرات العرضية يجب استغلال القوة. خروج اللاعب سيسي هانك يدخل بديلا عنه اللاعب أريك بيستا. أريك بيستا هنا منتخب في هذه المباراة هنا الكرة العرضية وحاول فيها خلفية المهاجم يزن العيمات حاول فيها بطريقة أكروباتية بعد ما مرت كرة طويلة. عبد الله نصيب يرجعها في هذه المباراة. كل الاحتمالات في هذا الوقت. لاعب نيبالي طايح في أرضية الملعب على سلامة ما آخر الوقت طاح خارج الملعب. بالتالي الكرة مع المنتخب الأردني. منتخب النيبالي يلعب بالنقص. المنتخب الأردني ممكن الفرصة الآن بالنقص العددي. باع عبد الرحمن عودة للاعب منتخب النيبال إلى أرضية الملعب. يقول لك شلون يدش بدون إذن الحكم لأنه يعني طاح شوي ورجع بدون ما يستدعي أخصاء العلاج الطبيعي. ممكن أخذ الإذن من حكم اللقاء. الكرة العرضية الآن والله يعني منتخب النيبال توقعته منتخب ما هو جيد بالكرات العالية ولكن برافو عبد الله الشلاحي يعني قدر يعمل مجهود كبير مع هذا المنتخب في الناحية الدفاع. هنا الكرة العرضية عن طريق البديل محمود مرضي ولكن الرأسية عن طريق
طويلة يمكن كيلو. محاولة ومراولة ومهارة، ولكن العرب تغيير لعب. أحمد سمير بشكل جميل، حلوة داخل الم... يا سلام يا سلام، الله الله الله، علي علوان، وإنهاء جميل. شوف الاستلام والتحذير، واضح على التحذير بالفعل. يا سلام على التحذير والرؤية الدفاعية والرؤية الهجومية. هنا موسى التعبري، موسى التعبري يا سلام، حطها أمام علي علوان اللي ما يتوانى في إيداع الكرة في المرمى بشكل جميل جدا. أول أهداف المباراة علي علوان، الهدف يأتي في الدقيقة 79 من هذه، أو 69 من هذه المباراة. الدقيقة 69، 1-0 للمنتخب الأردني. الآن ممكن نشاهد النتيجة، ليش؟ لأن المنتخب اليابان كان مدافع تبقي في الوقت الأصلي لهذه المباراة. هل يتقدم منتخب النيبال؟ هل يبحث عن ويعني لقب المنتخب الأردني هو النشام، كما هي ألقاب أغلب المنتخبات الآسيوية؟ هناك العديد من الألقاب. النشامة يبحث عن تحقيق الانتصار الأول له في هذه البطولة. تبريرة البينية الآن، تغطية دفاعية من يزن العرب، يرجعها إلى حارس مرماه يزيد أبو ليلى. الكرة الطويلة من أحمد سمير لكن مقطوعة. واسية يبدو بأن هناك تغيير أردني آخر مزدوج قادم في الثواني القادمة، ولكن بعد توقف اللعب أقرب للمنتخب الأردني. الكرة العرضية، إبعاد رأسي، تعود إلى وسط الملعب. موسى التعمري، إحسان حداد يتقدم يمر بشكل جميل، يلعب الكرة العرضية ولكن تنقطع، ترجع محمد. إذن حمزة الدردور ونور الروابدة يدخلان للمنتخب الأردني، بينما منتخب النيبال لا زال فقط تغييرين عن طريق المدرب الكويتي عبد الله الشلاحي. هذا هو حمزة الدردور مع الكويت، وسبق له اللعب مع الخليج في المملكة العربية السعودية، الشقيقة والفيصلي أيضا ونجران أيضا في الحكم ممكن ما صادها. آيوش قالان نزل على ظهر محمد الدميري. والمنتخب الأردني أجرى أربع تغييرات لثلاث تغييرات مع تبقي 14 دقيقة فقط على هذه المباراة. في هذه المباراة الوقت الأصلي لهذه المواجهة. تنفيذ عن طريق البديل أرك بستا. منتخب النيبال الآن الكرة العرضية، ولكن الإنقاذ من محمد الدميري، تستخلص، ما في أي خطأ، يذهب للتسديد عبد الله نصيب. إحسان حداد كرة طويلة، محمد الدميري مقطوعة في وسط الملعب. يا سلام منتخب الأردني بشكل جميل، ممكن الآن فتح اللعب على الأطراف، يذهب للتسديد والنيبال. هنا الكرة استلمها صح وفتح لنفسه زاوية الرؤية والتسديد. موسى التعمري مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى
منتخب النيبال تنقطع، لا زالت في أرضية الملعب، تغيير لعب بشكل جميل، لاعب ضد لاعب، الفرصة قادمة قائمة ولكن يتركها بطريقة غريبة جدا، يتركها اللاعب الآن طويلة بشكل جميل، علي علوان، علي علوان البحث عن التسديد، حكم اللقاء ركلة جزاء ولا ركلة مر؟ والله الإشارة كأنها ركلة جزاء ولكنه أشار إلى ركلة مر، يعني إشارة كانت متجهة ناحية هنا الكرة الماضية. شوف الإشارة مالت الحكم، شوف الإشارة مالت الحكم بالنهاية، علي علوان تبريرة البينية ولحظة تبرير الكرة، ما في أي خطأ، ما في أي خطأ أبدا. نهاية اللقاء الآن منتخب الأردني، خطأ، ركلة جزاء، ركلة جزاء ثانية في هذه المباراة لمصلحة المنتخب الأردني، وإنذار هو الأول على النيبال على اللاعب بيكاش كاواس، إنذار لبيكاش، ركلة جزاء هي الثانية في هذه المباراة. هنا الخطأ الدفاعي في التنفيذ عن طريق حارس المرمى، يعني عندما بدأ يتحور المنتخب النيبالي بدأ يفقد الكرة، هنا ركلة الجزاء، ركلة الجزاء على اللاعب رقم 6 وليست على الكابتن. بالنهاية ركلة جزاء للمنتخب الأردني، هل يستطيع أن يضمن النتيجة المنتخب الأردني؟ حمزة الدردور البديل، لاعب الخبرة حمزة الدردور يتواجه مع ديب كيركي، الله ما لها حل هذه المرة من حمزة الدردور، يعلق هدف للاعب الخبرة حمزة الدردور من ركلة جزاء في الدقيقة 82 من هذه المباراة، ركلة جزاء للمنتخب الأردني، يسجلها بهدوء بثقة.